اكيد حنا كممثلين كانت من المسارح تفتحوا حنا سعداء، لان هذه هي المهنه اللي كنديروا، هذه هي الحاجه اللي كنبغيو. غادي نكونوا كنا مشتاقين للجمهور والجمهور كان مشتاق لينا، وبالعوارك شفتوا الفرحه ديالنا باستقبال الجمهور. العوده كانت شويه صعيبه لاننا شحال هذا انقطعنا على الخشبه، مي هنا حنا بالنسبه لنا اي صعود الخشبه هو تمرين، وتمرين ايجابي، لان التفاعل الاني مع الجمهور كان زوين الحمد لله. الجمهور ديالكم اللي صراحه حتى حنا توحشنا الجمهور ديالنا، توحشناهم بزاف وكنبغيوهم بزاف، ودائما حنا اوفياء الجمهور ديالنا، والجمهور ديالنا وفي لينا، وتنشكر الله على هذه النعمه ديال ان الجمهور ديالنا كيتبعنا في اي بلاصه فين ما كنا. جديد الاعمال ديال المجموعه؟ عمل مسرحي جديد، لان كانت حصلت شي ظروف ما خرجش العمل، ولكن دابا العمل ديال شكون المسؤول غيخرج ان شاء الله قريبا.